بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم استقروا على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وهيتم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الإدارة اللي جاية واللي هتتعمل بعد أجازة عيد الفطر. النجم المصري محمد صلاح قدر يقود فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز مهم على فريق فياريال الأسباني بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. وبكده بينجح ليفربول في تحقيق نتيجة مهمة قبل مباراة العودة اللي هتتلعب يوم الثلاثاء اللي جاي على ملعب لا سيراميكا معقل الفريق الأسباني. النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي اتواجد في قائمة اللعيبة المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل الحالي داخل الجانرز، وأعلن نادي أرسنال عن تواجد النني مع زمايله في الفريق زي بوكايو ساكا وجرانيت شاكا وأدي نيكاتيا للتنافس على جائزة الأفضل في شهر إبريل.